اذا قلتي اسمها 22 سنه من المغرب، الاصل ديالك من مدينه شيشاوا ومقيمه في مدينه المحمديه بطبيعه الحال، وقلتي عندك الاجازه في الاختصاص. نعم يا اخويا. نعم إذن مرحبا بك دائما مع شفيق في برنامج تعارف قصد الزواج على ربي دائما يخليك. أو زواج سنة. أوكي، الله فقلتي أنت يخليك. مازال عزبة ياك، وقلتي مازال وي يا عزبة، اخويا. وكنتقدم لك واحد الراجل على أساس الزواج، داكشي تقليدي وما كتبش هذه مدة سنة عام. وي يا اخويا. نعم فهي تتصلي الله يتقبل، والحمد لله الصحة ديالها جيدة، وبغات شي راجل اللي يكون جدي وباغي يكمل دينه بطبيعة الحال. قلت لك هذا الراجل هذا يكون العمر دياله من 25 سنة حتى ل 40 سنة. إذا قلت لك من 25 سنة حتى ل 40 سنة، ما عندكش مشكل أنك تكون فايتها، يعني تكون فايتها حتى ب 16 سنة، يعني حتى ل 40 سنة ما عندهاش إشكال. فقالت لك الحاجة الوحيدة هو أن ما يكونش يكون عمره ما تزوج عزيب، والطول ديال الأسماك وي خويا. 1.60 سنتيمتر ياك أسماك، والوزن ديالك 54 كيلو. أخي وي برزتي خويا. وي واخا. إذا فقالت لك أن يكون في أوروبا، أوروبا أي دولة، أي شي دولة، مشكل. كاري ولا بدارك. مرحبا. إذا أول الناس أوكي طبيعة الحال اللي كيكونوا في أوروبا أكثر تيكونوا كارين، واخا. إذا وقالت لك أن ما تكون فيك حتى شي بلية وتكون تتصلي. إذا إذا كنتي باغي أسماء وتتشوف أسماء أنها مناسبة لك وباغي الزواج، وهي عند الإجازة في الاقتصاد وعازبة والعمر 22 سنة، غادي تكتب لي في الواتساب أنا بغيت أسماء الرقم 544. هتكتب لي في الواتساب، في الرقم الواتساب ديالي اللي غادي نقوله على المباشر، هتكتب لي انا بغيت اسماء الرقم 544، اللي الرقم ديال الواتساب هو 00 971 50 102 86 76.